السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في هذه التغطية الخاصة لآخر تطورات قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ووكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA توصلت إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمر باغتيال الصحفي جمال خاشقجي في مدينة اسطنبول التركية الشهر الماضي. جاء ذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن أشخاص قالت إنهم على اطلاع بالقضية، وأوضح المصدر أن تقرير CIA يتناقض مع مزاعم الحكومة السعودية بأن ابن سلمان ليس ضالعا بقتل خاشقجي، وأضاف أن تقييم CIA هو الأكثر دقة حتى الآن، ويعقد مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحفاظ على علاقاتها مع حليفها في السعودية. مشاهدينا، للحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو، كل من السيد أنور قاسم الكاتب والصحفي. مرحبا بك سيد أنور. مرحبا. كما أرحب السيد جمال الدين طالب الكاتب والصحفي. مرحبا بك. مرحبا. سيد جمال، لو بدأت معك سيد أنور القاسم، ما الذي يمثله هذا الكشف للCIA؟ واضح أنه تطور خطير، تطور نوعي، تطور مهم جدا. التوقيت أيضا هام جدا، يعني يوم الجمعة أو يوم السبت لنقول يوم أمس، هذا اليوم يعني كان نوعا من محاولة دفن القضية أو إنهاء القضية، خاصة أن الصلاة على روح الراحل كانت من قبل عائلته في أكثر من مكان في العالم، وكأنها إذانا بإغلاق القضية برمتها، بدفن القضية معهم. نعم، وخاصة أننا سمعنا تصريحات من مستشار الأمن القومي بولتن، يعني برأ ولي العهد، وبالتالي كان هناك نوع من محاولة لفلفة الموضوع. الخبر هذا اليوم حقيقة مثير جدا، مهم جدا، توقيته أيضا هام جدا، خاصة أنه أتى مباشرة بعد إصدار السعودية النائب العام السعودي ما توصلت له التحقيقات. هذا يفتح الملف كله من أول وجديد، بل يعيد التأكيد على حقيقة مهمة جدا، أن من نفذ هذه العملية هم أشخاص، لكن من أمر بالقتل هو كما تقول الصحيفة وكما توصلت وكالة المخابرات الأمريكية، ولي العهد السعودي. هذا نوع من الإحراج للرئيس الأمريكي، نوع من الإحراج لصهره جاريد كوشنر باعتباره المقرب من الحكم في السعودية، هو إحراج للولايات المتحدة، وأيضا هو استباق حقيقة، استباق لأي تصريح من قبل الرئاسة الأمريكية لمحاولة تبرئة أو لفلفة الموضوع، لوضع الرئاسة الأمريكية أمام مهمتها في تحقيق العدل وليس طمس الحقيقة. نعم. كما درجت في الفترة الماضية. طيب سيد جمال الدين طالب، إذن هو إحراج للبيت الأبيض بما فيه الرئيس الأمريكي وجيرد كوشنر والمساعدين، ما الذي يمثله مثل هذا الكشف بالنسبة للنظام السعودي؟ ربما نستعير التعبير الشعبي والمثل العربي الذي يقول وقطعت CIA قول كل خطيب، يعني من أدان الآن محمد بن سلمان واتهمه بشكل صريح بأنه هو من أمر بقتل خاشقجي، ليس أردوغان، ليست تركيا، ليست صحف، ليست واشنطن بوست، ليست نيويورك تايمز، إنما CIA. يعني من CIA؟ الاستخبارات المركزية الأمريكية بكل أبعاد ودلالات ذلك. يعني طبعا مثل ما أشار الزميل أنور، هذه كلها تفاعلات، تطورات. كان هناك فعلا محاولة في الأيام الماضية إلى دفن القضية، إلى الانتهاء، لا علاقة لمحمد بن سلمان. النيابة السعودية في رواية لم تقنع الكثيرين، هناك إجماع على تناقضها وتهافتها، لا علاقة لمحمد بن سلمان بالأمر، تم اتهام كم من شخص ومطالبة بطلب إعدام 5 متهمين، محمد بن سلمان بريئا. الولايات المتحدة اتهامات وجهت لها، اتهامات وجهت إلى لندن كذلك، صحف مثل الفاينانشال تايمز، الجارديان، قالت بأنه كان هناك صفقة شيطانية وصفتها فاينانشال تايمز بين لندن وواشنطن والسعودية الحليف المهم
والوثيق للندن وواشنطن، جاءت سي اي اي عبر تسريب لواشنطن بوست، ثم جاءت تفاعلات وكالة انباء رويترز. التطور المهم الاخر، نيويورك تايمز تقول ان دليل الادانه بالنسبه لسي اي اي هو مكالمات رصدتها لمحمد بن سلمان شخصيا، ثم تطور الامر لاتهام شقيقه وسفير الولايات المتحده في واشنطن خالد بن سلمان بانه لعب دورا، هو كذلك مدان ومتهم بانه ساهم في استدراج خاشقجي، طلب منه الذهاب الى المصيده الى القنصليه السعوديه في اسطنبول، حيث تم قتله بتلك الطريقه مثلما تقول ولو جزئيا القنصليه السعوديه. يعني هذه اتهامات تطورات خطيره تضع ترامب امام الامر الواقع، تضع ادارته، تضع بولتون، تضع جارد كوشنر، تضع نتنياهو مثلا الذي تم تقارير على الاقل تقول انه هناك استعانه سعوديه، استعانه محمد بن سلمان والمحيطين به بنتنياهو بالاسرائيليين في محاولة لإنقاذه. كان هناك حتى تقرير لموقع بريطاني يقول بأنه محمد بن سلمان طلب من نتنياهو بأن يخوض حربا اعتداء على غزة لتحويل الأنظار. نعم. وغيرها من التطورات يعني. نعم. طيب سيد أنور القاسم، يعني التقرير ليس تقريرا، لم يصدر تقرير رسمي من CIA، هو تسريب كما ذكر سيد جمال، تسريب لصحيفة الواشنطن بوست، وبالتالي إلى أي مدى يمكن الاعتداد بمثل هذا الحديث من صحيفة؟ يعني إنها الواشنطن بوست ببساطة شديدة، نحن نتحدث عن صحف كبيرة تغير رؤساء، تغير دول، لها مصداقية عالية جدا وليس فقط للتسريب. أضف إلى ذلك زياد، أنا أعتقد أن الصحافة لأول مرة في التاريخ، ربما الصحافة الأمريكية والغربية، الصحافة بشكل عام حتى العربية بما فيها العربية والإعلام العربي، ساهم بشكل كبير بتوجيه هذه القضية السياسية بالطريق الصحيح، أو لنقل عدم انحراف هذه القضية إلى طرق أخرى ولفلفتها وتغطيتها كما يحصل. إذا لاحظت الرئيس الأمريكي منذ البدايات حاول بشكل أو بآخر تغطية الموضوع، لكن من أعاده إلى جادة الصواب كانت الصحافة الأمريكية، الواشنطن بوست بالتحديد. لاحظ الآن من يقود هذه الحملة منذ البداية، الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، NBC الأمريكية، شبكة NBC الكبرى، Associated Press وكالة الصحافة، أيضا رويترز، هذه الوكالات الكبرى الصحافة هي التي تقود، وبالتالي هي التي أثرت على الرئيس، على قرارات الرئيس، أثرت على قرارات الكونغرس، لكن لا تستطيع أن تؤثر على قرارات المخابرات باعتبار أن المخابرات لديها تسجيلات أقوى من الصحافة، وبالتالي الاستخبارات تستخدم ربما أو تستعين لنقل بالصحافة للضغط ولكشف المستور. لكن مجرد التسريب يعني الكثير، توقيت التسريب يعني الكثير. لو كانت CIA ليست لديها هذه الوثائق ولم تقل هذا الكلام لكان خرج أي مسؤول هذا اليوم، خاصة أن المعلومات صدرت يوم أمس مثلا مساء أمس، كان خرج أي مسؤول كذب هذه المعلومات أو على الأقل قال إنها ليست معلومات رسمية. مجرد التسريب ولصحيفة مهمة موثوقة مثل الواشنطن بوست يعني الكثير، يعني أن المعلومات صحيحة، يعني أن وجهة نظر CIA تريد تكبير الموضوع، عدم إغلاق الموضوع بهذا التوقيت وإحراج الرئيس الأمريكي. نعم. وإحراج الجميع ووضع الجميع أمام مسؤولياته. ولكن يبقى السؤال سيد جمال الدين طالب، لماذا تلجأ CIA إلى التسريب بشكل غير رسمي كما ذكر سيد أنور للضغط؟ لماذا لم تلجأ إلى إعلان الحقيقة عبر بيان رسمي، وبالتالي تقطع أي محاولة للفلفة الموضوع والتغطية على ابن سلمان؟ واضح أن هناك ربما قوى، ربما قد يكون هناك، نضعها بين قوسين، ربما هناك وازع أخلاقي لأشخاص أطراف الإدارة الأمريكية أنهم شعروا ربما في الدولة العميقة بحسابات ربما حتى سياسية مع ترامب، أنه كانت هناك محاولة من ترامب ومن معه للفلفة القضية، للتستر عليه، لتغطية الجريمة بشكل صريح يعني. فكان هناك أطراف داخل واشنطن، داخل مراكز القرار في CIA، حتى في سياسيين مسؤولين أمريكيين لم يرضيهم ربما ذلك يعني، ولإحراج ربما حتى تسجيل نقاط سياسية على دونالد ترامب بممارساته التي يعرفها الجميع
ربما أرادت هذا التسريب. ثم هناك من الجهة المقابلة كونغرس، هناك مسؤولين أمريكيين، هناك سياسيين أمريكيين، هناك أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الذين لهم كذلك كلمتهم ولا يريدون أن تمر هذه القضية هكذا بدون عقاب، خاصة أن خاشقجي كان مقيما في الولايات المتحدة ويكتب في صحيفة مثل ما أشار الزميل الأنور، صحيفة واشنطن بوست، يعني كأنها شعرت بأنها لها مسؤولية تفريط في دمه صحف بوازع بمنطلق التضامن، وأيضا حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم. صحف وصحفيين في الولايات المتحدة انبروا إلى الدفاع عن خاشقجي، الدفاع عن الحقيقة، ولكي لا يفلت المجرمون في كل أنحاء العالم، خاصة من الدكتاتوريين ومن المسؤولين من مثل هذه الجرائم. هذه هي في اعتقادي الدوافع التي جعلت ربما CIA وبمساعي من الصحافة الأمريكية إلى التقاطع في مصلحة تخدم الجميع. طيب سيد أنور القاسم، أشرت أكثر من مرة إلى التوقيت وقلت بأنه التوقيت مهم، ما هي أهمية التوقيت في الإعلان عن هذا الموضوع؟ أولا التوقيت أتى بعد حدث هام جدا، أو حدثين لنقل هامين، حدث داخلي سعودي هو خروج المدعي العام ومحاولة إنهاء القضية من خلال اتهام 5 أو حكم إعدام على 5 من 11 متهما ليس من بينهم الكبار، يعني وهذه نوع من الفضيحة الأخرى. هذا أولا. ثانيا أنا أعتقد أن العامل التركي كان له دور رئيسي وحاسم في هذه الموضوع. الأتراك لديهم مخزون أو مجموعة كبيرة من الرسائل الهامة جدا والصور الهامة جدا والتسجيلات الخطيرة، بالتالي لا تريد الولايات المتحدة أو المخابرات الأمريكية أن تظهر وكأنها يعني في المستوى الثاني أو الدرجة الثانية أو متخلفة، كأنها آخر من يعلم. نعم، هذه خطيرة جدا، لا تريد الولايات المتحدة، خاصة أن الاستخبارات الأمريكية لديها هذه التسجيلات، أيضا لديها كل التسجيلات. تقول الاستخبارات الآن أن لديها تسجيلات مؤكدة بأن ولي العهد طالب بالقصاص من هذا الشخص، يعني هناك تسجيلات لدى الولايات الاستخبارات الأمريكية لا تستطيع أن تتجاهلها، خاصة أن مماثل لهذه التسجيلات لنقل موجودة في تركيا، وتركيا لا تريد أن تقطع شعرات معاوية مع السعودية لكن تريد الحقيقة. تركيا لن تقبل هذه العملية على أرضها دون حساب، هذه نقطة مهمة جدا. من أراد أن ينفذ هذه القضية هو نوع من الإهانة أيضا لتركيا على أرض تركيا وفي تركيا، أن تعمل هذا الموضوع على أساس أنه يعني يقتل الرجل ويعني سمعة تركيا تكون في الوحل، وتخرج السعودية بهذا الموضوع مثل الشعرة من العجين. هذا لم يحصل، الأتراك يريدون كشف الحقيقة. لهذا الأمريكيون ووكالة الاستخبارات وجدت التوقيت استبقت ما لدى حتى الأتراك لتقول إن أيضا لدينا نحن ما يثبت هذا الموضوع، وإننا يعني السباقون، يعني سنعلن هذا الموضوع. ضف إلى ذلك، لاحظ هذا الموضوع أتى أيضا بالتزامن مع المكالمة ما بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس التركي أردوغان، حيث قال يعني كان هناك نوع من الاتفاق على معاقبة الجنات، كل الجنات بدون استثناء، يعني كان هناك نوع من الضغط التركي بهذا الموضوع الخفي. أنا أعتقد هذه هي الصورة التي دفعت المخابرات الأمريكية أو وكالة الاستخبارات الأمريكية لطرح هذا الموضوع بهذا التوقيت. ومع ذلك النظام السعودي له رأي آخر، يعني عادل الجبير يقول بأنه القتلة سعوديون والقاتل سعودي والجريمة حدثت على أرض سعودية، فما شأن الآخرين؟ نحن يعني الحكم والخصم. و قال بأنه محمد بن سلمان لا علاقة له بهذه الجريمة، وكأنه يؤكد التهمة على محمد بن سلمان. وبالتالي إلى أي مدى هذه التصريحات وهذه المواقف من قبل النظام السعودي دفعت ربما سواء تركيا أو CIA إلى يعني بث أو تسريب المزيد من المعلومات؟ طبعا هناك نقطة كذلك مهمة، أنه أمس كان هنا في المكالمة بين أردوغان وترامب كان هناك تأكيد على أنه ليس هناك محاولة للتغطية، كان هناك تقارير تحدثت أنه أردوغان ربما يعقد صفقة مع الأمريكان في مقابل تسليم فتح الله جولن، وأيضا حتى تقديم تنازلات في موضوع حصار قطر، خرج اضطر ربما كذلك في المقابل أردوغان وترامب إلى نفي ذلك، ونقول أنه
لن يكون هناك إفلاتا للعقاب، هذا كذلك في إطار التطور. طبعا الموقف السعودي واضح الآن. التطور المهم هو أن الكرة لم تعد في ملعب تركيا، برغم الاتهامات والاتهامات الموجهة إلى إسطنبول بأنها لافتة ربما المفارقة. الجبير يقول بأنه لا يجب تسييس القضية، يعني وكأنها قضية، يعني كأنها قضية كرة قدم، يعني كأنه قتل الرجل في مشادات أو في شغب ملاعب. يعني الآن الكرة كأن تركيا أرادت بحسابات، كذلك حسابات تركيا ليست متعلقة بالسعودية، بالعكس هناك دائما حرص سعودي وحرص أردوغان على النأى مثلا بالملك سلمان. نعم. أنه لا علاقة له بالموضوع، والتلميح بشكل صريح تلميح بشكل صريح من مستشاريه واتهام محمد بن سلمان، وأيضا هو كذلك يلمح في كلامه أن هناك من اتخذ قرارا والإشارة واضحة إلى محمد بن سلمان. هذا هو السياق. طبعا الآن السعودية أمام مأزق جديد، كان هناك مسعى ربما خلاص انتهت القضية، تم اتهام من اتهم صلاة الغائب على خاشقجي في المدينة المنورة برغم عدم ذكر اسمه. نعم. عائلته تستقبل المعزين، تم لفلفة القضية. الآن القضية تأخذ بعدا آخر بتدخل CIA، وطبعا CIA ليس لاعبا يعني مدانا أو متهما إن صح التعبير مثل أردوغان أو الأتراك. لهم حساباتهم قد تتهم السعودية، يعني CIA تحسب على أنها أكثر حليف إلى السعودية وتعاون وتنسيق وغيرها. نعم، لن يجرؤوا ربما أن يتهموا CIA بشيء سيد. ربما CIA لن يتم اتهامها بأنها إخوانية. نعم. يعني مثلا مثلما كان هناك التصعيد كذلك ومحاولة اللعب على هذا الوتر في تغطية وربما توفير مبررات لقتل خاشقجي بالقول بأنه كان له ميول إسلامية، مثلما نقل عن محمد بن سلمان عندما التقى بوفد الإنجليين المسيحيين. نعم. الأمريكيين. صحيح. وكذلك اتهم أردوغان. نعم. وقطر وغيرها. نعم. وإيران. طيب. سيد أنور القاسم، يعني ما هي انعكاسات يأتي هذا التسريب بعد يوم من رواية المدعي العام السعودي، ما هي انعكاسات هذه المعلومات من CIA على نتائج التحقيقات السعودية؟ واضح أنها نسفتها، واضح ايضا من تصريح شقيق ولي العهد السفير خالد في الولايات المتحده انه ظهر هذا اليوم مباشره لنفي ما قيل من معلومات لدى الاستخبارات الامريكيه انه دفع بخاشقجي الى الذهاب الى اسطنبول لاستخراج اوراقه. نعم. هو مباشره، هذه ليست طريقه الدبلوماسيه السعوديه، يعني خرج في اقل من حتى انه ليس هناك اتهام كما تفضلت رسمي، لكن مجرد هذا التسريب دفع السفير وهو شقيق ولي العهد الى الخروج ويقول انني لم افعل ذلك، اذا لديكم اي ما يؤكد هذا الموضوع اعرضوه، وتستطيعون ان يعني تلجؤوا الى موبايل الضحيه خاشقجي، هو لا زال بيد السلطات الامريكيه عفوا التركيه. نعم. طلبت السعوديه 3 مرات رسميا باسترجاع هذا الموبايل لمعرفه او لقراءه التفاصيل التي جرت، لكن الاتراك رفضوا هذا الموضوع. ايضا يبدو الاستخبارات السعوديه ايضا حاولت حقيقه يعني كسب تركيا بكل الطرق من خلال سواء الطلب الرسمي باخذ معلومات من الأشرطة وتوزيع هذه الأشرطة الاستخباراتية كما فعلت تركيا مثلا مع فرنسا، مع بريطانيا، مع الولايات المتحدة، قدمت هذه الأشرطة لكن لم تقدمها للسعودية خشية من ضياع الدليل. أيضا الآن السعودية لا تستطيع أن تعدم هؤلاء الخمسة ببساطة شديدة، لأن هناك تحذيرات من قبل الاستخبارات أن هؤلاء لديهم المعلومات، كنز المعلومات، وبالتالي لا يمكن أن تقتل الشاهد. هؤلاء شهود، ويجب أن هؤلاء الشهود أن يتحدثوا عما جرى. ضف إلى ذلك أن هناك موضوع آخر كبير الآن هو الأمم المتحدة، يعني الأمم المتحدة تقول الآن نحن نستطيع أن نقود هذا الأمر، لكن نحن بحاجة إلى تفويض. نعم. أولا يا من مجلس الأمن أو من لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كي نستطيع أن نقود هذا الموضوع. الأمم المتحدة كان لها في السابق مثلا أيام مقتل بناظير بوتو رئيسة وزراء باكستان،
طلبت باكستان رسميا وأخذت التحقيقات مجراها عن طريق الأمم المتحدة. إذا أنا أعتقد أن أطرافا أخرى الآن قد تدفع للتدخل بهذا الموضوع. ضف إلى ذلك أن هناك الكثير من المناشدات الآن لتحقيق دولي، يعني لا يقتصر فقط على الأتراك، يعني هذا التحقيق يكون دوليا. يعني القضية فتحت، يعني صندوق مندورة كما يقولوا، يعني فتح من كل يعني الروايات المتضاربة المكررة والمتضاربة والخاطئة للمملكة العربية السعودية، قادت الجميع إلى هذا، إلى أن تفتح هذه الجبهات عليها. الآن هم في ورطة أكثر من يعني من الورطة في بدايتها. نعم. الآن تتسع الخرق، اتسع على الراتق. نعم سيد جمال الدين طالب، ولكن في النهاية يعني دهاليز السياسة عميقة ومظلمة بشكل كبير، والصفقات يعني واردة في هذا الصدد، وبالنهاية الرئيس الأمريكي لديه صلاحيات كبيرة جدا في الدستور الأمريكي. إلى أي مدى سيستطيع الرئيس الأمريكي تجاوز مثل هذه التسريبات من CIA والاستمرار في محاولة الالتفاف والدفاع أو حماية ابن سلمان؟ ربما في هذه ربما الإجابة ليست بالضرورة في واشنطن. يعني في النهاية ترامب إذا تعرى أن هناك دق بإمكانه التضحية بمحمد بن سلمان. بالعكس صحيفة نيويورك تايمز كانت أمس تقول بأنه ربما واشنطن تطلب من السعودية إذا فعلا أرادت أن تبقى العلاقات والتعاون التضحية بمحمد بن سلمان والإتيان بشخص آخر. يعني كان هناك حتى ضغوط على السعودية بسماح مثلا لأحمد بن عبد العزيز شقيق الملك بالعودة، رغم تصريحه الخطير واتهام شقيقه الملك ومحمد بن سلمان بأنهم الذين مسؤولون عن ما يحدث في اليمن، ولا علاقة للعائلة المالكة بذلك. الآن رد الفعل المتوقع في الجهة المقابلة من السعودية إذا ما مضى محمد بن سلمان وتشبث مثلا بالسلطة. طبعا المعطيات حتى الصحف الأمريكية تتحدث والاستخبارات الأمريكية تقول ذلك، أنه بالمعطيات الحالية من محمد بن سلمان ما زال هو صاحب اليد العليا، ما زالت قبضته شديدة، وليس هناك في موازين القوى من يستطيع خلخلتها، برغم الحديث عن ربما محاولة الملك نفسه مع الجدل حول وضعه الصحي، وإن كان فعلا بالقدرة العقلية وحتى الجسدية لتغيير موازين القوى والعودة إلى مثل ما السابق، يعني قرار جماعي والعودة إلى البيعة وغيرها. وكان هناك حتى جدل وتسريبات أنه ربما كانت هناك حتى محاولة للملمة القضية بتعيين من يتهم الآن شقيقه سفير السعودية خالد بن سلمان ولي العهد لشقيقه في محاولة لنقل السلطة له بطريقة تحفظ ماء الوجه محمد بن سلمان والعائلة المالكة. الآن التحدي بالنسبة للسعودية أو محمد بن سلمان إذا مضى وتشبث برغم الضغوط، قد تكون هناك ضغوط أمريكية، قد يلجأ ربما إلى سيناريو انتحاري وهو التشبث بالسلطة والقول أن هذه مؤامرة، وربما حتى تجيش إعلامي بالقول أن هذه مؤامرة وحملات قمع لكل الأصوات التي حتى داخل العائلة السعودية التي تطرح تساؤلات وربما تخشى من مصير حكم آل سعود نفسه، أن تجره هذه الأزمة، أن يجرهم محمد بن سلمان إلى مآلات لم تكن متوقعة في دولة لعقود ويحكمها آل سعود. نعم، ولكن سيد أنور القاسم، يعني حسب يعني المعلومات بأنه البيت الأبيض امتنع عن التعليق على تقرير الواشنطن بوست، وقال بأنه هذه المعلومات أمر يخص المخابرات. هل هذا بداية للتهرب من هذه المعلومات وكأنه المخابرات في بلد آخر تعمل؟ يعني كما يعني أنا أريد أن أضيف لما تحدث عنه زميلي جمال، يعني هناك نقطة هامة جدا. أنا أعتقد أن الوضع، علاقة السعودية مع دول العالم الآن ستحكم هذه القضية. لا ننسى أن العلاقات الأمريكية السعودية علاقات أكثر من استراتيجية بكل ما تعنيه الكلمة، يعني سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، وكل يعني السعودية تعتمد كليا على الولايات المتحدة.
حتى يعني قبل هذه الجريمة حينما انتقد الرئيس الأمريكي السعوديين انتقدهم بطريقة يعني فيها الكثير جدا، ورغم ذلك لم يستطع السعوديون بل أثنوا عليه على أساس أنه صديق. نعم. يعني ويستطيع أن يأمر، يعني بيأمر على الرقبة. فبالتالي العلاقات مهمة جدا، السعودية دولة هامة جدا في المنطقة أيضا، لا تنسى هذا الموضوع. بالنسبة للغرب الجميع يريدون حل هذه القضية، لكن ليس بأي شكل. البيت الأبيض الآن لا يستطيع، حتى الرئيس الأمريكي نعم كما تفضلت لديه صلاحيات كبيرة، لكن لا يستطيع أن يخرج على الكونغرس وعلى الاستخبارات الأمريكية ولا على رأي العالم. ستكون فضيحة كبيرة جدا. أنا أعتقد أن الحل داخل السعودية. السعودية حتى الآن تحاول التهرب من استحقاقات حقيقية جدا. أولا ما جرى في السعودية هو قبر وقتل للعائلة، وهذه أخطر ما مر في تاريخ المملكة العربية السعودية. كانت دائما يعني كما تحدث زميلي أيضا جمال، مجلس العائلة أو العائلة الحاكمة كانت دائما تصل إلى نوع من التوافق الداخلي الذي يحمي المملكة داخليا وأقليميا ودوليا. هذا التوافق غير موجود، دعنا نتفق على هذا الموضوع. الرجل أقصى الجميع، سجن المقربين، سجن الأمراء، رحل من رحل، أخاف الكثيرين، يعني هو يملك بكل زمام الأمور. ضف إلى ذلك أن الملك ضعيف، هو ضعيف جدا، ضعيف صحيا وبالتالي حضوره ضعيف جدا. ولي العهد استأثر بكل شيء وبالتالي الآن يعني متمسك بكل زمام الأمور. هل هناك سيكون هناك انقلاب داخل على ولي العهد حقيقة لتغيير الصورة؟ الولايات المتحدة تنظر إلى كل هذه النقاط، الغرب معها، بريطانيا، الدول الأخرى قد تستخدم الكثير من العقوبات، لكن دعنا نتفق على نقطة مهمة جدا في هذا الموضوع، أن ولي العهد مثخن بالجراح. أن السعودية كدولة تحت كل الأضواء أصبحت يعني خسرت الكثير، المليارات التي دفعت لتحسين صورتها ذهبت هباء. السياسة السعودية التي بنيت منذ استقلال السعودية حتى الآن على الهدوء والرصانة وعدم التدخل في شؤون الآخرين، هذه ماتت مع مقدم هذا الرجل، سواء في الحرب مع اليمن، سواء في تمزيق مجلس التعاون الخليجي من خلال حصار قطر الظالم. ضف إلى ذلك التهور في قتل هذا الصحفي، التصريحات العنترية، إضافة إلى دعم الثورات المضادة. كيف يعني نقطة أخيرة في هذا الموضوع، يعني كيف أنت تسمع مثلا السعوديون يتحدثون عن تركيا الشقيقة أو العلاقات، يعني هذا الموضوع. الملك قال هذا الكلام، قد يكون مصيبا في هذا الكلام، لكن يا أخي بعد أقل من أسبوع خرج ابنه مثلا ولي العهد مع فريق الأنجيليين الذين التقاهم ليقول إن أعدائنا وأعدائكم هم تركيا وإيران وحزب الله. يعني أنت وضعت ليس فقط يعني وضعت إسرائيل كصديق ووضعت تركيا كعدو، إذن عمليا هناك نسف كامل لأساس الدبلوماسية السعودية. طيب سنواصل في هذا الحوار، ولكن مشاهدينا بعد أن نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود، تابعونا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية الخاصة لآخر تطورات قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي. سيد جمال الدين طالب، يعني هل تؤيد ما قاله سيد أنور القاسم قبل الفاصل من أنه الحل هو بيد أو داخل السعودية، داخل العائلة الحاكمة السعودية، مع العلم أنه البعض يرى بأنه العائلة الحاكمة السعودية ليست حرة أساساً، لا في اختياراتها في من يحكم داخل السعودية ولا في سياساتها الخارجية، لأنه السياسة الخارجية السعودية تقول بأنها تتحالف مع إسرائيل في مواجهة إيران، بينما كان بإمكانها أن تتحالف مثلا مع تركيا وهي قوة إقليمية كبرى وتقف بوجه إيران. الآن بحسب المعطيات الحالية يعني موازين القوى ما زالت في صالح محمد بن سلمان. من في استطاعة تغيير هذه الموازين هو ضغط أمريكي وغربي، يعني القول بشكل صريح
لمحمد بن سلمان أننا لن نتعامل معك ولن تكون لنا علاقات معك، لن نستقبلك، مثلما كان هناك حتى تلميح في الضغوط في البداية لو تذكر موقف أوروبي بشكل نعم. خاص رسالة إلى محمد بن سلمان، ثم تغيرت بعدها المواقف، يعني بدأ أن هناك خاصة فرنسا خرقت، خاصة فرنسا نعم. بشكل خاص مثلما أشرت، يعني لودريون مثلا كان له تصريح مثير طبعا نعم. وأثار جدلا مع الأتراك. الآن الكل متوقف أو يعتمد على رد فعل محمد بن سلمان إذا ما مضى في التشبث بالسلطة والقول أنا هنا وكلها إدعاءات طبعا مثلما كان الحديث في السابق، يعني وكلها مؤامرات على السعودية، سيمضي ربما إلى سيناريو سيبقى ربما الحليف الوحيد هو أو الداعم الوحيد هو إسرائيل. إذا ما مضى في هذا السيناريو ستكون هناك تبعات تداعيات على المملكة العربية السعودية. هل سيقبل مثلا آل سعود الأمراء الذين مستفيدون من بلد فيه ريع كبير، هل سيقبلون أن يكون مصير السعودية بأكملها العائلة بشكل خاص وأمرائها ومصالحها وغيرها، هل سيكون مصيرهم مرتبط، هل سيريدون أن يبقى مصيرهم مرتبط محمد بن سلمان؟ هذا هو في اعتقادي الفيصل في القضية. السيناريو الثاني هو أن يتم إيجاد حل لحفظ ماء الوجه بشكل خاص للغرب بتغيير واجهة سعودية بالتضحية بمحمد بن سلمان. هذا سيناريو مطروح ويعتمد على إن كان هناك فعلا إرادة بشكل خاص أمريكية. هنا نأتي إلى ترامب، هل ترامب مستعد إلى المضي في مواجهة كونغرس، في مواجهة رأي عام أمريكي، في مواجهة صحافة أمريكية، ربما حتى برغم الخلافات معه مستعدة للتعاون معه والغض الطرف بشكل خاص على تصرفاته وتهجماته على الصحافة، ولكن ربما لن تغفر له السماح تضحية في النهاية مهما كان خلفياته زميل خاصة واشنطن بوست، يعني نعم. أنه زميل يكتب في صحيفة تعرض إلى هذه الجريمة البشعة. في اعتقادي هذه هي المعطيات، هذه السيناريوهات المطروحة، وربما بحسب المتوفر وبحسب تسلسل الأحداث ومنطق بين قوسين تفكير محمد بن سلمان ومن معه قد يمضي في المواجهة حتى النهاية، مثلما ذهب مثلا مثلما كان هناك تلميح لو تذكر لما كانت هناك ضغوط عبر مقال لمدير قناة العربية نعم. الذي هدد بشكل صريح أنها ستتحالف حتى مع إيران نعم. إن كانت هناك ضغوط غربية وستقطع النفط، النفط كذلك هنا عامل مهم. إذا ستمضي مثلا السعودية في سيناريو في محاولة تحويل الأنظار للاصطدام مع إيران بكل تبعات ذلك على أسعار النفط، وهذا ما يخيف الغرب كذلك ولكن تضرر الإمدادات في مقابل طبعا للغرب أوراق كثيرة، أوراق ضغط لن يستطيع إذا كانت هناك فعلا إرادة غربية بالقول خلاص أيامك محمد بن سلمان أو سلطتك ودورك انتهى عليك أن ترحل، ربما ستكون هناك، ولكن دعنا نتابع ونرى ما تكشفه الأيام نعم. ولكن هذا يعيدنا إلى مدى استقلالية القرار في السعودية. كلنا يذكر قبل يعني اعتلاء محمد بن سلمان العرش كيف كان يحج إلى أمريكا كثيرا، وكأنه هناك تسابق بينه وبين محمد بن نايف، واحد يذهب والآخر يعود، إلى أن ولكن لما كانت هناك مثلا أرادت السعودية تخندق في موقف تخندقت برغم طبعا الجدل في موضوع حصار قطر، يعني نعم. وإن كان هناك طبعا اتهامات لأمريكا بأنها مستفيدة وتلعب على الطرفين يعني. نعم بالضبط. طيب بالعودة إلى موضوع التسريبات CIA، سيد أنور القاسم، وول ستريت جورنال قالت بأنه قيادات الكونغرس طلعت على تقييم المخابرات الأمريكية بشأن قتل خاشقجي، وبالتالي أي مسؤولية اليوم أمام الكونغرس وما هي التحديات أمامه؟ يعني أنا باعتقادي أن الكونغرس حتى الرئيس الأمريكي يعني يحاول دائما استباق ما سيحصل في الكونغرس، يعني حينما تحدث مع الرئيس التركي وقال أننا سنعاقب الجميع دون استثناء، هذا كان نوعا من الاستباق
إجراءات للكونغرس. الكونغرس حقيقة وضحه يعني واضح جدا موقفه من هذه القضية، يريد معاقبة حتى لو كان ولي العهد السعودي، يعني هذا واضح جدا بالنسبة للكونغرس، وبالتالي هو عامل ضغط. الاستخبارات الأمريكية أيضا يعني تحاول أن تكون متوازنة في هذا الموضوع. الرئيس يحسب العلاقات والمصالح تحت ضغوط كبيرة. أولا يعني اللوبي الإسرائيلي في 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 الولايات المتحدة واللوبي يضغط لإبقاء ولي العهد باعتبار أن هناك صفقة كبيرة ومصالح كبيرة لإسرائيل ستنفذ من خلال السعودية. هذه نقطة أيضا حاسمة في الموضوع. بالنسبة لموضوع الضغط السعودي، أنا أعتقد أن السعودية أضعف بكثير من أن تستطيع أن تضغط في هذا الوقت. سابقا كان بإمكانها قبل هذه الجريمة، كان لديها من القوة الكثير، الآن هذه القوة خارت. ضف إلى ذلك مثلا موضوع النفط، أنا أشكك كثيرا بهذا الموضوع. موضوع النفط استخدم مرة في التاريخ وكان فاعلا بشكل كبير جدا، لكن الداهية الثعلب الداهية كيسنجر حينما قال سأجعل العرب يشربون نفطهم ولن يكون له قيمة، يعني وصلنا إلى هذه النقطة باعتبار أن الولايات المتحدة الآن تنتج بنفس تقريبا إنتاج السعودية من النفط. ضف إلى ذلك أن دول العالم تسيطر مثلا مثل روسيا، روسيا تنتج نفس إنتاج السعودية، حتى لو أن هددت السعودية وهذا مستبعد جدا لأسباب داخلية واقتصادية ولضغوط الغربية لا تستطيع أن تؤثر. وربما بالنسبة للتهديد أنور ليس هي تقطع النفط، هي أن تختلق أو نزاع مع إيران بطريقة أخرى، أو تصعيد مع إيران يجعل يؤدي إلى مشكلة جيوسياسية. نعم، ترفع أسعار. نعم، هذه قد تحدث تماما، لكن يعني الهامش الذي يستطيع السعوديين التحرك فيه قليل جدا. كما قلت صورة السعودية في العالم تهشمت بشكل كبير، خاصة صورة العهد هذا العهد بالتحديد. الجميع الآن يتحدث يطالب بوقف حرب اليمن. نعم، هذه حرب اليمن كانت خطيئة كبيرة لهذا العهد. الجميع الآن يتحدث عن وقف حصار قطر باعتبار أن نمو الاقتصاد القطري سجل نموا أفضل من الدول المحاصرة. نعم، يعني المحاصر سجل أفضل من المحاصر. نفس الشيء المحاصر سجل أفضل من المحاصر. نعم، نعم. فبالتالي أيضا هناك الحرب اليمن أقلقت كل دول الغرب. الغرب نعم، كله سيوقف السلاح، قال أنه سيوقف السلاح وهو في ورطة إنسانية وورطة أخلاقية. ضف إلى ذلك أن الورطة الأخرى الأخلاقية الآن هي ورطة وزير ولي العهد. الغرب قال إننا لن نتعامل معه إذا ثبت تورطه، وبالتالي الغرب كل القيم الغربية على المحك الآن. نعم، لا يستطيعون القفز يعني دون الوصول إلى الحقيقة، القفز على هذا الموضوع واستقبال ولي العهد غدا مثلا في مشاريع. موضوع أخلاقي سياسي اجتماعي شعبي. والصحافة لاحظ، يعني إذا كنت تراقب الصحافة الغربية، كل الصحافة لا توجد صحيفة غربية على الإطلاق إلا تتحدث عن ولي العهد السعودي. صحيح، وعلاقته في هذا الموضوع والعائلة المالكة السعودية. يعني هناك اهتمام في الإعلام لن ينهي هذه القضية. نعم، وبالمناسبة نيويورك تايمز تتحدث عن أن اتهام ابن سلمان بقتل خاشقجي يولد أزمة كبيرة لإدارة الرئيس ترامب. الآن أبلغني زملاء في خبر عاجل من موقع بلومبرغ قال بأن ترامب يتشاور مع بومبيو والسي آي اي في قضية اغتيال جمال خاشقجي. ما الهدف برأيك؟ واضح طبعا لإيجاد حل، خاصة بومبيو كان أرسل لمحاولة في البداية إيجاد حل وإيجاد كبش فداء لو تذكر. كان في البداية أحمد عسيري على أساس أنه بالتواب، وحاول الأمريكان إخراج هذه التخريجة أنه هناك من ليس محمد بن سلمان من أعطى الأوامر، إنما تصرف مارق من مارقين وتم تقديم أحمد عسيري نائب مدير المخابرات على أساس أنه هو الذي يقف وراء هذه العملية المارقة. ثم الآن بالعكس تم تبرئة أحمد عسيري، والأخطر من ذلك الدور الإعلامي كذلك. رويترز مثلا نسفت أمس رواية النيابة العامة السعودية التي قالت بأن سعود القحطاني المستشار المقرب والمتهم بأنه هو وتركي آل الشيخ بأنه هم الذين ربما قادوا محمد بن سلمان إلى الصعود وتسببوا في هبوطه وربما في نزوله وسقوطه من السلم إن صح التعبير. تكشف رويترز بأنه عكس ما تدعي النيابة العامة، حر طليق ويمارس عمله بطريقة سرية. هذه المعطيات كلها كذلك تؤكد بأن هناك محاولة
لفلفت القضية. الآن ترامب بالتأكيد أمام أزمة حقيقية، ولكن ترامب في النهاية إذا تطور الأمر بين مصلحته، بين مصيره ومصير محمد بن سلمان، سيضحي بمحمد بن سلمان. يعني حتى يبقى اللوبي الإسرائيلي أوراقه أيضا والصهيوني تبعثرت، لأنه صفقة القرن كذلك كل أوراقها التي كانت هناك إرادة أمريكية للضغط حتى على السعودية، حتى السعودية الموقف محمد بن سلمان يختلف عن موقف والده، بالعكس كان هناك موقفا تم تسويقه إعلاميا أن الملك كأنه يصفع ابنه ويقول هذا ليس موقف السعودية في تقديم تنازلات في موضوع صفقة القرن. نعم. طيب سيد أنور القاسم، يعني مصدر تركي مسؤول قال بأنه رأس جمال خاشقجي موجود في الرياض، ميدل إيست آي قالت بأن تركيا ستكشف اتصالات هامة في قضية اغتيال خاشقجي، وبالتالي تركيا مستمرة في هذه في كشف هذه المعلومات. يعني هل هذا التكتيك بالإضافة إلى تسريبات CIA هل ستؤدي برأيك في النهاية إلى ما تسعى إليه تركيا أو تسعى إليه العدالة إذا صح التعبير؟ حتى الآن هذا السيناريو هو الذي يتحقق، مصير العدالة حتى الآن. هذه القضية لا توجد، ربما حصلت في التاريخ في الولايات المتحدة مثلا الووتر جيت، حصلت بعض القضايا مثلا مثل قضية كلينتون ولونسكي الفضيحة قادها الإعلام، لكن هذه قضية ربما الأولى في تاريخ العالم الذي يقود، يعني تصبح كمسلسل طويل، يعني تعرض فيه دائما بشكل تشويق للقراء وللعالم، يعني تتبع تفاصيل ما يحدث. لاحظ هذا الاهتمام العالمي بهذا الموضوع. أنا أعتقد أن الكثير من أوراق أو مفاتيح هذا القضية أيضا هي في تركيا. تركيا لديها من المعلومات الخطيرة جدا التي تسربها كلما، يعني هي تعطي السعودية، أعطت السعودية الكثير من الفرص للتحقيق وإحقاق الحق والعدالة، لكن حقيقة أضاعت كل هذه الفرص. تبدل الشهادات والحقائق في والادعاءات في السعودية يعني أدخلت الجميع في متاهة كبيرة جدا. الأتراك الآن لديهم وسيلة ضغط ليس فقط على السعوديين حقيقة، على الرأي العام الأمريكي وعلى الرئيس الأمريكي. الآن دعنا نقول نحن أمام لحظة الحقيقة، يعني الأمريكيون كما تفضلت الخبر الآن، يعني مثلا بنس اللي هو نائب الرئيس الأمريكي تحدث هذا اليوم قال إننا سنعاقب الجميع كل من تورط في هذا الموضوع. هو يلمح بشكل أو بآخر أن الإدارة الأمريكية ليست راضية عن راضية إلى حد ما عن التقدم الذي أحرز في السعودية، لكن ليس عن النتيجة. إذن هو جرح مفتوح حتى الآن، الجميع الآن يبحث عن كيف يسد هذا الجرح، الجميع بدون استثناء. الأوراق في يد تركيا، أنا أعتقد تركيا ستكون عاملا حاسما في هذا الموضوع، لا تقل أهمية عن الولايات المتحدة في هذا الموضوع، لكن دعنا نتفق كلنا في النهاية أن الذي سيحدد حقيقة سير هذه العدالة في العالم هي الولايات المتحدة. نعم. لما لها من تأثير، لما أيضا لا تنسى أن الرجل كان مقيما في الولايات المتحدة، الولايات المتحدة أصدرت قرارا في 2015 بأن من واجبها تحذير أي شخصية دولية أو كانت من إذا تعرضت لخطر أو تتعرض لخطر، إذا كانت لدى المستخبارات الأمريكية معلومات عن ذلك يجب أن تحذرها. الولايات المتحدة لم تحذر خاشقجي. التفسير الآن يقول، وبالتالي فضيحة أخرى. نعم تقول الاستخبارات، نعم هذا القرار موجود، نعم نحن نحذر من لديه خطأ على حياته خطر، أدركنا أن الرجل يعني مهدد لكن ليس في حياته خطر. إذا كان سيتعرض للتحقيق والتوقيف فهذا ليس خطرا في رأينا، إذا كان مهددا بالقتل فنستطيع أن نتدخل. إضافة إلى أن الرجل كان لديه إقامة شرعية. نعم. في الولايات المتحدة ومحسوب على صحيفة تعتبر من أكبر الصحف في العالم. إذن القرار، كل القرارات الآن هي في الولايات المتحدة، عيون العالم تتجه إلى الولايات المتحدة، لكن حقيقة المفتاح الرئيسي لهذه القرارات هي تركيا. بقدر ما أعطت حقائق أكثر، بقدر ما أحرجت، ربما أحرجت السعودية. نعم. وأحرجت الولايات المتحدة وأحرجت العالم كله. طيب سيد أنور، سيد جمال الدين طالب، ما هي السيناريوهات المتوقعة إذا كان
إذا كانت القرارات بيد واشنطن والمفتاح في يد تركيا بعد هذا التسريب للCIA، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ هناك ربما سيناريوهان أو ثلاث سيناريوهات على الأرجح. في اعتقاد السيناريو الأول هو ضغط أمريكي غربي على العائلة المالكة، توافق العائلة المالكة، ربما حتى إقناع محمد بن سلمان بأنه مصير العائلة كلها، مصير السعودية مرتبط به، إذا مضى وركب رأسه كما يقول التعبير الشعبي الشرقي فستكون كارثة على آل سعود، على المملكة، ومصيرها سيكون مرتبط بمصير محمد بن سلمان، وقد يربح بعض الوقت بالتشبث بالسلطة، ولكن في النهاية ستكون هناك الكثير من الارتدادات والعواقب. يعني هذا السيناريو الأول، وبالتالي طبعا التضحية بمحمد بن سلمان. السيناريو الثاني أن يمضي محمد بن سلمان في سيناريو يمكن وصفه بالانتحار، أن يتشبث بالسلطة، ما زال لديه كل أوراق القوة، يجيش إعلاميا، هذه مؤامرة، يحشد حتى رجال الدين الذين ضحى بهم في فترة ويعيدهم الوجهة، وعادوا مؤخر الوجهة بالحديث حتى في الحرم المكي وغيرها من الخطب والدعوة لمحمد بن سلمان، وأنه يتعرض إلى مؤامرة. وأحدهم قال من الوهابيين أصحاب طاعة ولي الأمر أنه يحق لطاعة ولي الأمر أن يقتل شعبه إذا أراد. يعني هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني معذرة، هذا هو السيناريو الثاني، يتشبث أوراق ربما التي يمكن يعتمد عليها مثل ما أشرت أوراق القوة، ما زال في يده السلطة، يهدد أمريكا مثل ما تم التلميح لذلك عبر مقال مدير العربية بأنه سيتحالف مع روسيا مع بوتين وسيفتح قاعدة عسكرية حتى لروسيا في تلك المنطقة. وهذا طبعا ما مدى استعداد بوتين طبعا لأن تقدم له السعودية هكذا على طبق، مع أن المعطيات طبعا صعبة ومعقدة، والارتباط والزواج السعودي الأمريكي أوثق، يعني من الصعب أن يأتي هكذا محمد بن سلمان ويطلق أمريكا بالثلاث، يعني العواقب ستكون وخيمة عليه. طبعا هو يريد أن يلعب مع بوتين الذي لا يختلف عنه في الأساليب، يعني في أساليب استهداف المعارضين مثل ما حدث، وبطريقة لا تختلف عن الغباء باستهداف العميل المزدوج في بريطانيا. هذه هما السيناريوهين المطرحين. السيناريو الثالث هو إيجاد تخريجة داخل العائلة المالكة، أن يبقى مؤقتا محمد بن سلمان، إعطاء إشارة للغرب أن هناك محاولة لإيجاد حل بتعيين ولي العهد لمحمد بن سلمان. والسيناريو ربما الذي يغير المعطيات كلها، أنه ربما الدراماتيكي، أن يتم تغيير حقيقي في السعودية بذهاب الملك وابنه. وطبعا هناك مطالبات حتى في المعارضة السعودية بتعيين أحمد بن عبد العزيز ملكا، حتى من كانوا يعارضون العائلة المالكة. هذه هي في اعتقادي السيناريوهات المطروحة. بعشر ثواني سيد أنور القاسم، أي الاحتمالات أو السيناريوهات ترجح؟ أنا أعتقد أنه سيكون هناك حل وسط في هذا الموضوع. شخصية رئيس ولي العهد ستضعف بشكل كبير جدا، قد يكون مؤقتا، سيبقى عليه مؤقتا، لكن هناك عقوبات ستفرض على السعودية، ستتغير طريقة الحكم داخليا في العائلة، سيصعد بعض الأمراء لاستلام المناصب التي كوش عليها لنقل أو أخذها ولي العهد. ولكن يعني العقوبات ثبت عدم نجاعتها مع الدول، يعني يتأثر بها الشعوب والأنظمة تبقى على كل حال للأسف الشديد. على كل حال أشكرك جزيلا سيد أنور القاسم الكاتب والصحفي على حضورك معنا، كما أشكر سيد جمال الدين الطالب الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير. يعطيكم العافية.